السلام عليكم. اللهم صل على محمد. أحد الأخوان باليمن ذكر لي سالفة لجده، يقول في حدود الحرب العالمية، يقول حصل مجاعة عندنا وقل عيشة وقل موارد، يقول الناس بالحيل تعبت، يقول اللي فرج علينا وخفف علينا الأزمة سبحان الله العظيم، يقول نبات السدر النبق، يقول وقته يعني بعد البرد يصير نضج، ما فيه ثمار بالأرض، لا عناب ولا تين ولا رمان بأراضيهم. يقول السدر اللي جاءوا له الناس وجمعوه وبدأوا يأكلون منه، يقول فكك كثير من أزمة الجوع والمجاعة اللي كنا نعاني منه. يقول حتى نشفوه واستفادوا منه، يعني ما هو بس وقت أنه طازج، لا وهو ناشف. الداعي للموضوع والقصة هذه الأخ هذا اليماني ينصح، يقول يا جماعة اللي بيحط على المزارع مصدات رياح من الأشجار، يقول ضع يا أخي أشجار مثمرة يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها الكائنات الحية، ولا سمح الله في الأزمات تجد ثمار جاهزة عندك، ربما الآن أنت ما أنت بحاجتها، لكن لا سمح الله يجي له حاجة أنت تحتاجها. حتى يقول السدر، يقول ثمرة أساسية للأغنام عندنا بالأودية تاكل منه ويزيد حليبة، يقول الحليب تدر بزيادة إذا رعت الثمار السدر. يقول أيضا يأخذونه ويحطونه كسماد مع سماد الأغنام والأبقار تكرمون، يحط ويخلط، يقول يزيد فاعليته كأسمدة يستفاد منها بالنبات. فالأشجار لا نتهاون بأثرها إذا كانت مثمرة، سواء نخلة أو سدرة أو شيء، لك والأجيال القادمة من بعدك.